بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ونشرة أخبار تأتيكم من قناة النادي الأهلي. أخدكم بسرعة للعناوين. مجلس إدارة النادي الأهلي يواصل قراراته الإدارية والتنظيمية. واليوم انطلاق بطولة خليجي 23. الكابتن حسام البدري يعقد محاضرة قبل المران الصباحي. أبدأ مع حركه أخبارنا. وصل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قراراته الإدارية والتنظيمية لترتيب الأوراق داخل القلعة الحمراء. وكان قرر المجلس إدارة الفريق إنشاء لجنة لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وتضم في عضويتها كل من الكابتن عبد العزيز عبد الشافي والكابتن علاء عبد الصادق. لمعرفة المزيد حول قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي نذهب إلى التقرير التالي. مسؤول عن التعاقدات حسب احتياج الفريق الأول وقطاع الناشئين، والعمل على التنسيق ما بين قطاع الناشئين والفريق الأول في عملية الإحلال والتجديد، التنسيق مع الإدارة الفنية لهذه القطاعات الشباب والناشئين لتقييم فني لجميع لاعيب الفرق المختلفة، ثم العمل على تعظيم إيرادات النادي حسب رؤيته الفنية المتمثلة ايه؟ في بيع الفائض او اعارة الناس اللي هم في بوتنشال او في يعني النادي عايز يحتفظ بيهم مش عايز يفرط فيهم بشكل نهائي. وكل ده هيقدم بيه توصيات يخش بيه على لجنة الكورة ياخد موافقات، يعني هو ما عندوش صلاحيات التنفيذ لكن عنده يدرس ويقدم تصورات تكون موضع الاعتبار من خلال لجنة الكرة اللي هو عضو فيها. ايضا هيكون مسؤول عن لجنه مهمه جدا، لجنه فنيه اللي هو الكابتن علاء ماسكها دلوقتي مع مجموعه من اصحاب الخبره في التقييم، والكشافين بيعمل تحت ايدهم كشافين في كل انحاء الجمهوريه لاستكشاف او لاكتشاف المواهب اللي انت محتاجها سواء داخل مصر او خارج مصر. لا، علاء مايوب جزء من مسؤوليه الكابتن عبد العزيز في الحته دي. المدير الرياضي هو خلاص يا ابني هو الامبريلا اللي كان بيسموه مدير القطاع، هو اسمه المدير الرياضي بس اضيف اليه بعض المسائل الماليه وتعظيم الايرادات. ايضا مسؤول عن استيفاء جميع البيانات الخاصة بانتقالات اللاعبين المحليين والأجانب والبطاقات الدولية طبقا للوائع الاتحاد الدولي اللي بيسموه تي ام اس. عمليات الانتقال يا جماعة شديدة الحساسية، أي غلطة بتحصل في بيان من البيانات قد تكلفنا أموالا لا داعي لها. فهو مسؤول عن صحة البيانات، مسؤول عن صحة الإجراءات، مسؤول على أنه يتبع كل شيء في التوقيت اللي بيقرره الاتحاد الدولي. اي اسئله لحضراتكم؟ انا اعتقد ان اخر حاجه نكررها ان المكتب التنفيذي هيبقى فيه مكتب يوم الاثنين ومكتب يوم الاربع، كده هيبقى كان المكتب التنفيذي اجتمع 6 مرات الشهر ده. مجلس الاداره هيجتمع في اخر يوم في السنه يوم 31 عشان يعتمد هذه القرارات. قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب انعقاد المكتب التنفيذي برئاسة الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على جلستين خلال الأسبوع المقبل يومي الاثنين والأربعاء المقبلان. ويناقش المكتب التنفيذي العديد من الملفات الهامة لتفعيل البرنامج وإصدار التوصيات لاعتمادها في جلسة مجلس الإدارة المقبلة يوم 31 من ديسمبر الجاري.
احتفل فريق الصباح بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن حسين عنان بمجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب في جلسة ودية حضرها الكثير من أعضاء الفريق لتقديم التهنئة للمجلس ولدعم في الفترة المقبلة لتنفيذ برنامج عائلة الأهلي. حضر الحفل كل من الكابتن محمود خطيب رئيس النادي والأستاذ العمري فاروق نائب الرئيس والأستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق والأستاذ طارق أنديل والكابتن جوهر نبيل أعضاء مجلس الإدارة. وقام الفريق الصباح بعمل مائدة إفطار لمجلس الإدارة وتم التقاط العديد من الصور التذكارية مع أعضاء مجلس الإدارة في جو عائلي يعكس مدى الترابط الذي يجمع مجلس الإدارة وجميع فرق وأسر النادي. ونذهب إلى أخبار فريق الكرة بالنادي الأهلي. عقد الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم محاضرة نظرية مع لاعبي الفريق قبيل انطلاق المران الذي أقيم في صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة. حرص الكابتن حسام على من خلال المحاضرة على شرح بعض الأمور الفنية والتكتيكية للاعبي الفريق والتركيز على تصحيح أخطاء الفترة الماضية. استعد النادي الأهلي لمواجهة وادي دجلة إن شاء الله يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة 15 بمسابقة الدوري الممتاز. انتظم الثلاثي لاعبة النادي الأهلي رامي ربيعة وعمر السولية ووليد أزارو لاعبو فريق كرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الجماعي اليوم. وكان الثلاثي أدوا تدريبات تأهيلية في الأيام الماضية حيث عانى ربيعة من إصابة في العضلة الضمة بينما أصيب السولية في العضلة الأمامية وأيضا تعرض وليد أزارو لكدمة في القدم.
وصل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة قدم النادي الأهلي أداء التدريبات التأهيلية والعلاجية داخل صالة الجيم بالنادي على هامش نيران الفريق الصباحي اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة. ويعاني إكرامي من آلام الركبة التي أبعدته عن مباراة الفريق الماضية أمام سموحة بالدوري والتي حسمها النادي الأهلي لصالحه بهدفين مقابل هدف. يجري محمد نجيب مدافع الفريق الأول بكرة القدم النادي الأهلي أشعة على الحوض غدا السبت لتحديد حجم الإصابة وفترة العلاج اللازمة بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة سموحة الماضية بالدوري. حصل محمد نجيب على راحة من أداء التدريبات التأهيلية اليوم الجمعة بناء على تعليمات دكتور الفريق دكتور خالد محمود في مران اليوم بالنادي الأهلي. بدأ سعد الدين سمير مدافع فريق كرة القدم النادي الأهلي بدء تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم الجمعة في ملعب مختار التتش بالجزيرة. وبيعاني سعد سمير من إصابة في الرباط الداخلي للركبة التي أبعدته عن المشاركة في مباريات الفريق خلال الفترة الماضية. غادر النجم النيجيري جونيور أجاي مهاجم فريق كرة القدم النادي الأهلي متجها إلى نيجيريا في أجازة سريعة بعدما حصل على موافقة الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام البدري للإطمئنان على أسرته. بيغيب جونيور أجاي عن مباراة الأهلي وادي دجلة المقرر لها الاثنين المقبل للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة سموحة الأخيرة. يطرح النادي الأهلي غدا السبت تذاكر مباراة الفريق الأحمر وضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في المباراة الودية بعد إرسالها للجهات المعنية للحصول على الأختام اللازمة. ومن المقرر أن يتم تخصيص 5 منافذ لبيع التذاكر في الإسكندرية على أن يحجز الجمهور التذاكر إلكترونيا ويكون الاستلام من أقرب مزود لخدمة فوري. وتقرر تخصيص جزء من تذاكر لقاء الأهلي وأتلتيكو مدريد لأعضاء النادي الأهلي على أن يكون البيع فقط من منافذ مخصصة داخل النادي. ومن أجل معرفة المزيد من التفاصيل عن تمرين النادي الأهلي معانا مراسل قناة النادي الأهلي حازم البرعي. مساء الخير يا حازم. أهلا بيك زميلي محمد فاروق وكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. عايزين نعرف منك آخر أخبار تمرين النادي الأهلي. بالفعل استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمباراته أمام فريق وادي دجلة في إطار مباراة الأسبوع 15 من الدوري الممتاز. امبارح الفريق كان راح حصل عليها الفريق بعد أداءه في مباراة أمام فريق سموحة يوم الأربعاء الماضي. النهارده اهتم الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام البدري في تدريب اليوم بالجانب البدني لمواجهة ضغط المباراة المتتالية للفريق. وقدم مخطط الأحمال التونسي أنيس الشعلان لتدريبات الإحماء واللياقة البدنية ونال جزء كبير من تدريب الفريق اليوم. وعلى هامش المران أدى لاعبو الفريق اللي خاضوا مباراة سموحة تدريبات تأهيلية واستشفائية للاعيبة الأساسيين. كانت الفقرة الرئيسية النهارده في تدريب اليوم عبارة عن تقسيمة قوية أداها جميع اللاعبين بحماس شديد وشهد التنافس وتسابق من جميع اللاعبين لنيل ثقة الجهاز الفني لدخول قائمة الفريق المباراة القادمة أمام وادي دجلة. وشفنا النهارده تألق من جميع اللاعبين وخاصة شفنا النهارده إسلام محارب بيأدي التدريب بروح معنوية مرتفعة بعد مشاركته في المباراة الماضية أمام فريق سموحة ومساهمته في إحراز الفوز والفوز في المباراة والـ3 نقاط. النهارده برضه شاهد تأثير مشاركه قويه للعائدين من الاصابه رامي ربيعه وعمرو السوليه ووليد ازارو واللي تاكد سلامتهم وشفائهم التام وجاهزيتهم للمباراه القادمه امام وادي دجله. اما عن صعيد الاصابات والغيابات النهارده سعد سمير بدا تدريبات الجري حول الملعب
سعد كان بيعاني من اصابه في الرباط الداخلي للركبه، بس النهارده ابتدى يجري الحمد لله. محمد نجيب كان راح النهارده وهيجري اشعه غدا لتحديد الاصابه بتاعته، هيجيب قد ايه. شريف اكرامي وصل تدريباته في الجيم النهارده، تدريبات التاهيليه والاستشفائيه. جونيور اجاييه حصل على اذن انه يسافر لنيجيريا من على اسرته، احنا عارفين كلنا ان جونيور اجاييه حصل على الانذار الثالث في المباراه الماضيه وهيغيب عن مباراه وادي دجله. دي كل اخبارنا من تدريب الاهلي النهارده. حازم، هل شارك مروان محسن بصوره طبيعيه في المران؟ شارك النهارده بصوره طبيعيه جدا وادى المران كامل. وكان بيقول ان هو يعني في المران هو جاهز وان شاء الله باذن الله في القريب العاجل هنشوفه في المباراه. وهل كان في اي لعيب ما شاركش في المران غير محمد نجيب وجونور اجاييه؟ بالظبط، وسعد سمير وشريف اكرامي. دول ادوا تدريبات في الجيم. بالظبط، شريف اكرامي ادى تدريبات في الجيم، ومحمد نجيب هو اللي راح بس النهارده. زميلنا حازم البرعي مراسل قناة النادي الأهلي، بشكر شكرا جزيلا. لسه عندنا أخبار كتير، ولكن بعد هذا الفاصل ما تروحش بعيد عشان النادي الأهلي حبيبي.